البارحة احنا مركز صحي شاطئ تاجي، كل مرة نجي نلقحكم لقاحات، نفتر على المنتسبين جوا نلقحكم ونطلع. البارحة جيت بواجب هم هنا، جينا نسجل اعداد الملقحين زين، فكل مرة اطبوا بسيارتي جوا يفتحوا لي الباب ولا السلام جوا ندخلها جوا. البارحة قالوا لي اطبخها برا هناك، مرور واقف قال لي اطبخها هنا، أنا قلت له احنا جايين صداري لابسين هاي، قلت له لقاحات نلقح زين، قال لي اطبخها هنا أنا خليها. طبينا طلعت لقيت وصل غرامة زين، يصير احنا جايين نلقحهم وخدمه نسوي يعني هذا الوصل. هسه الوصل اوكي، خذ الوصل بيديه. سيدي تعقيبك على هذا الموضوع. استاذ خطاب، الممنوع ممنوع، امر الممنوع ما صار مسموح. هاي هنايا مقتربات الشارع العام ووقوف، احنا عندنا جراج منتسبين هذا الشوفاره خلف هذه. اكو جراج هذا تطلع من هنايا يستوعب الاف المركبات، يعني ماكو فد عذر يعني حتى اقول لك علي. وهذه مدخل دارة تعرف انت، اسمح لي، هذا الشارع وهذا وقوف ممنوع، هذا هنا ممنوع. انا حتى انا طالب من مرور الكرخ مناسبين للدورية. شارع ممنوع؟ ممنوع لان يقطعون الشارع، الشارع ينقطع. حتى سالفتك بخير سيدي العزيز، احب ابسطها لك. انا اليوم قناة فضائية وعدنا امر من الاعلام مال المرور انه ندخل جوا نصوت طب بسيارتنا، سيارتنا وين طبقناها؟ انا على ضوء المنتسب مالتهم. بس اسمع لي، هسه اسم هاي سيارتنا وين طبقناها؟ برا هنا. والله العظيم بالجراج. لا انا داش على الموظفين زين. انا برايي هذا الموضوع، انا مو اعلامي والناس تعرفوني ضباط والمرور وهاي، والله الكريم ضابط صديقي بالمرور وبالمنصور طابق سيارتي وصديقي زين، لقيت الوصل ما تي على السياره. ليش لقيته؟ خلاص انا مخالف. انت مخالف بدون امر، انا بامر من عندك قال لي اطبق هنا واقف المنتسب. ترى الغرمه قدات الاداء القاطع. قلت له ليش هاي؟ وانا قلت لك هاي سياره، قال لي ليش الدوريه ابو الشارع واقفه هم اللي غرموك. قلت له غير انت تقول لي هاي مال موظفين جايين على مود خدمه لقاحات وهاد، كان يقول لي والله هو روح علي هناك. رحت عبرت عليه السايدين قلت له انا جاي هيك وهيك، كان يقول لي ليش هو يتحمل المسؤوليه ليش ما قال لي؟ زين عمي واحد ذبني على الله. زين عمي انا شنو ذنبي؟ وانا جاي بصفه رسميه. مو قصدي انا ادفع لك اياها، هو اول سبقني انا ركبت السداد لك. لا رحم الله والديك. والله مو قدام الكاميرا. انا انقهر لان ما مخالف اني. اسمعني والله مو قدام، بس بلا زحمه العفو، والله مو قدام الناس، مو بس انت، اي رجل واي امراه فقيره وما عندها الامكانيه ونقصلها وصل، انا ركبت سداد مو قدام والله العظيم وليس مجامله. والله مو قصه ماده بس انهضم، لان هو يعني انا جاي بصفه واجب رسمي وهو قال لي اطبقها هنا، هو رجل المرور قال لي اطبقها هنا. يعني شلون صارت سهوا؟ يجوز يعني صارت سهوا انا شنو ذنبي يعني ادفع غرامه؟ واحنا موظفين صح، راتبنا تعبانه، يعني شنو ذنبي انا ادفع الغرامه؟ كم راتبك؟ 750. ما شاء الله بركه هوايه والله زين. والله كيفك على الوقت هذا تقول لي زينه؟ اكو غيرك ياخذ 300 صح، واكو 150 ياخذون. عندنا اجر يومي موظف خدمه ياخذ 150. بسم الله الحمد لله زين، بس اكو طرق ثانيه يعني شغله ثانيه. انا مدفوع على سيد العبد. والله انا اي مخالف ضده، وانا عمري ما اخالف مكان اشوفه، اذا سايد ثاني ما اطبق بيه زين تعرف. بس انا يعني قلت لك هم قالوا لي اطبق هنا. هذا موضوع شو صار؟ البارحه انا مدفوع على سيد العميد واخذ من عندك الوصل وقال لك انا ادفع لك اياه، وراح يدفع من جيبه الخاص. وهو ما يصير، لا ما اقبل يعني، وهو بشرط ما يصير يدفعه من جيبه الخاص، لان خلاص ما اقبل من جيبه الخاص. انقص الوصل انقص وراح جوه وصارت امور. بس اكو شغله الزعلون يزعلوا، ما الزعلون يزعلوا انا هالشيء. اكو شغله خل اقولها، ليش اليوم احنا بالذات انا برنامج اصدار الشارع انقل المعاناه وانقل الواقع الموجود بالشارع العراقي.